من يتحمل هذا الفشل الذريع في السياسات المالية والاقتصادية في اليمن؟ وكيف سيواجه الشعب المطحون تحت ريح البطالة تبعات ذلك الفساد؟ وأين مجلس النواب وحكومة الوفاق والرئاسة من كل ذلك؟ الجميع اليوم يحمل وزارة المالية بفشلها في وضع السياسات المالية. والله يا أخي أنا لا من الصعب أن أحمل يعني أن تحمل المالية، قد تكون المالية هي الجهة المسؤولة عن إعداد السياسات، لكن قضية أنا قضية هذه القضية السياسة المالية أو سياسة الإصلاح الإداري هذه الشيء هي قرارات حكومة، قرارات الدولة وليست قرارات، قد ترفع مقترحات من الجهات المالية ولكن قراراتها قرارات دولة، لأنها إذا لم يكن في مثل هذه القرارات تكاتف مجتمعي حتى من مجلس النواب نفسه ستظل تنفيذ يعني تنفيذ أقول لن أقول تنفيذ شكلي بل سأقول تنفيذ ناقص، لأن القرارات المالية في خاصة في مثل هذه الإصلاحات الهيكلية أو قرارات الإصلاح الهيكلي الإداري هي قرارات جريئة وتحتاج إلى تعاون مجتمعي من كل مختلف مؤسسات الدولة. كيف ستتعامل مجلس النواب مع هذه الميزانية؟ مجلس النواب الحقيقة نحن في اللجنة سنقدم التقرير نوضح فيه كل هذه المؤشرات الخطيرة، وبالتالي مجلس النواب هو المعني بالاتخاذ في القرار، ومجلس النواب عنده خيارات ثلاثة وفق للجانب النص الدستوري. الخيار الأول الدستور يعطي له برفض الموازنة وإعطاء الحكومة تعدلها طبعا مع الأسباب، أو قبول الموازنة والتصويت عليها، أو تعديل بعض البنود بالتشاور مع الجانب الحكومي، لأن لا نستطيع نحن كمجلس نعدل الموازنة بدون موافقة الجانب الحكومي على هذه التعديلات. هذه الخيارات التي أمام المجلس وهو يختار. نحن في اللجنة لدينا تصور لبعض التعديلات ناقشناها اليوم مع الأخوة في الجانب الحكومي، بعضها ربما كان فيه استجابة والبعض الآخر ما كانش فيه استجابة، وطرحوا العديد من المبررات للبنود اللي كنا اقترحنا أن يتم التعديل فيها ولا سيما في قضية النفقات الجارية. إذن هذا أمر في غاية من الأهمية. لذلك عجز الموازنة إذا تم بهذا كارثي كارثي. أستاذ علي، فيما يخص هذا الفشل في السياسات الاقتصادية والمالية من يتحمله؟ هذا الفشل في السياسات الاقتصادية والمالية أولا هناك في قضايا تراكمية، لكن بغض النظر في السنوات الأخيرة زادت هذه المؤشرات السلبية. أهم هذه المؤشرات قضية الدين المحلي. الدين المحلي تجاوز 2 تريليون ريال يمني، وأعبى هذا الدين للعلم الآن تقريبا في موازنة 2014 في حدود 396 مليار فوائد الدين المحلي، وهذه تدخل في الموازنة. أنت تخيل لما يكون عندك 396 مليار ريال تدفعها فوائد للدين المحلي إضافة إلى دعم المشتقات النفطية أكثر من تريليون، يعني أكثر من 50% من الموازنة العامة التي يتم استخدامها. إذن هذا الأمر يتحمله سوى الإدارة وسوى التخطيط والفساد الموجود في البلد. تقارير دولية تقول إن 18 مليون نسمة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وعليه تتدافع المنح والمساعدات والقروض إلى يمن تغلبت فيه الأطماع الشخصية على المصالح العامة، الولاءة الحزبية على الوطنية، وأصوات الرصاص على صوت العقل والحكمة. المنح والقروض هي الأخرى لم تجد طريقها إلى حيث تبنى المشاريع الاستثمارية والتنموية، والتي قد تقلص من البطالة وتتحسن بموجبها الظروف المعيشية للمواطن. أقل من 20% ما تم سحبه حتى الآن من 13 مليار ريال تعهد بها المانحون لليمن في العام 2006 و2012.
تم تحصيص تقريبا نقترب من 90% من هذه التعهدات، واعتقد ان هذه يعني او هذا مؤشر ايجابي ل يعني لاستيعاب هذه التعهدات. طيب 90% من هذه المبالغ تم تخصيصها في مشاريع؟ نعم. طيب المشاريع هذه اين هي؟ تاتي بعد ذلك المرحله الثانيه، مثل ما قلنا مرحله التخصيص تاتي بعدها مرحله اسمها مرحله توقيع الاتفاقيه، اتفاقية تمويل مع المانح. توقع هذه الاتفاقية من المانح وكذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثم يحال الملف كاملا إلى الجهة المعنية بالتنفيذ. فإن كان مشروع خاص بالطاقة يبقى هنا تتحمل أو تصبح وزارة التخطيط عفوا وزارة الكهرباء هي المعنية بتوفير الـ يعني المتطلبات الأخرى المتعلقة بالمشروع، فيتم بعد ذلك الإعلان عن هذا المشروع من خلال مناقصة مفتوحة، ويعني إلى أن يتم اختيار الجهة المنفذة والشركة المنفذة لهذا المشروع، ويبدأ بعد ذلك التنفيذ على أرض الواقع. دكتور محمد، أن يفيدنا النقد، ما تمسحه نقديا من هذه المبالغ؟ نعم. بعيد عن المشاريع، ما تم سحبه يتجاوز 2 مليار دولار على يعني على مشاريع. من ضمن هذه الأموال سحبت ما يتعلق بالوديعة في البنك المركزي مليار دولار، ومليار دولار تم سحبه يعني في مشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع. هنالك مشروعات أخرى سيجري الإعلان عنها في المرحلة القادمة، وهذه يمكن أكثر من 2 مليار أو 3 مليار دولار. أنت تعلم أن المشروع في تنفيذه يأخذ فترة طويلة، أحيانا سنوات، يعني مشروع للطاقة، محطة كهرباء جديدة، كم يأخذ من الوقت يعني من إعلان المشروع إلى البدء في البناء المحطة ثم إلى تشغيلها، وأيضا يعني خط الأنبوب وغيرها من الإجراءات. فالسحب من هذه التعهدات بحسب مستوى التقدم في تنفيذ المشروع. تم إنفاق 59 مليار في الفعلي لعام 2013 في أبريل 2013، المتاح من القروض والمساعدات 4 مليار وتقريبا 100 او 200 مليون دولار. كم المستخدم منها؟ نسبة 12%، اكثر من 400 مليون شويه. شوف يعني في عندنا قروض، لكن سوء الإدارة في الاستخدام هو المشكلة أصلا، وهذا قد يؤثر حتى على موقف المانحين. دكتور، البعض يقول أنه في تلكؤ من قبل المانحين في دفع هذه المبالغ، البعض يقول أنه في أزمة ثقة ربما بين هؤلاء المانحين والجهات والجانب الحكومي اليمني. يعني ربما بعض المانحين قد يترددوا في إتاحة هذه الأموال، ولكن هنالك مانحين يعني نقول أنهم فعلا ليسوا من هذا النوع، يعني فعلا يتيحوا هذه الموارد بشكل صحيح. من ضمن هؤلاء مثلا المملكة العربية السعودية، تم تخصيص المبلغ كاملا، البنك الدولي تم تخصيص المبلغ كاملا، الصندوق العربي تم تخصيص المبلغ كاملا. في بعض المانحين ربما هذا التردد، لكنه يعني قد يكون مرده أنه ليس هنالك إصلاحات تتم على أرض الواقع في جانب محاربة الفساد أو في جانب الإصلاحات المؤسسية وغيرها. هناك مشكلة في قدرة استيعاب الجمهورية اليمنية لهذه المنح والمعونة الخارجية. للأسف الشديد هناك تحديات كبيرة تقف أمام المنح، منها تحديات يضعها المانحين الدوليين، ومنها معوقات وتحديات تواجه الحكومة اليمنية في استيعاب هذه المنح وتوجيهها التوجيه السليم من خلال توفير دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمواطن وللبلد بشكل عام. كما أريد أن أشير هنا إلى أن المركز البحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أشار في تقريره
في عام 2012 إلى كيفية استغلال هذه المنح والقروض، وقدم بعض التوصيات لي وحدد بعض التحديات التي تواجه البلد في استيعاب هذه المنح والمساعدات الخارجية. ما من شك أن الاضطرابات التي عاشتها وتعيشها اليمن على المستويين السياسي والأمني قد ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وساهمت بشكل كبير في تدهور الأحوال المعيشية للمواطن، غير أنه لا يمكن وفي أي حال من الأحوال إعفاء راسمي سياسات البلد الاقتصادية ومخططي مشاريعه الاستثمارية من المسؤولية.